صباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والجو هيكون مائل للبرودة في أول الليل وبارد جدا في آخره على أغلب الأنحاء. والنهاردة في فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحري، وكمان في فرص الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس، وهل لسه مكملين في انخفاض درجات الحرارة ولا الدنيا هتبقى أهدى شوية؟ بالفعل احنا لسه مستمرين في انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية العظمى. اليوم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 19 درجة مئوية، يعني انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فترات النهار وأيضا فترات الليل، لأن احنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة كمان منخفض سطحي على البحر المتوسط مع كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا من البحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها، فهتخلينا نحس بالانخفاض في درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل. الأجواء هتكون لطيفة تماما خلال فترات النهار، خاصة فترة الظهيرة على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا زي ما بنقول خلال فترات النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، الأجواء بتكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. بالأمس شهدنا سقوط الأمطار يمكن من ساعات الأمس وحتى ساعات الليل، سقطت الأمطار على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في البلاد، وكانت أمطار متفاوتة الشدة، اختلفت من محافظة لمحافظة. اليوم متوقع استمرار سقوط الأمطار، كميات الأمطار اليوم هتكون أقل من اللي شهدناها بالأمس، فهتكون أمطار متوسطة قد تكون خفيفة في بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية، ودي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء. الأمطار أيضا هتتقدم وتكون أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، قد تتقدم للقاهرة الكبرى أيضا ومعظم المناطق من خليج السويس ومدن القناة، وقد تصل لشمال الصعيد، لكن الأمطار اللي في المناطق الداخلية زي ما بنقول أمطار خفيفة مش مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، فقط وجود السحب هي اللي هتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية دي متوقع إن شاء الله تكمل معانا على مدار الأيام القادمة، على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم. متوقع كمان إن العظمى على القاهرة الكبرى تنخفض وتوصل ل 18 درجة مئوية فترة النهار، عشان كده هننصح كل السادة المشاهدين مهم جدا إن احنا نستمر في ارتداء ملابس شتوية فترة النهار وفترة الليل، وخاصة كمان فترات الليل ممكن نصطحب معانا جاكيت لو حسينا أكثر بانخفاض درجات الحرارة نرتديه. مهم كمان إن احنا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية. طب طمنينا كمان على الشبورة وحركة الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، أخبارها إيه دلوقتي؟ طبعا تكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل خلال هذه الايام وتحديدا 48 ساعه القادمه مش هيكون ليه تاثير بشكل كبير زي اللي شاهدناه خلال الايام الماضيه، لان احنا بيبقى يكون في نشاط نسبي للرياح ساعات الليل المتاخره، وجود المنخفض الجوي بعض العوامل مش هتساعد على التكثف الكبير للشبوره المائيه، فالشبوره المائيه غير مؤثره خلال ال 48 ساعه القادمه، بالاضافه كمان مع هدوء سرعات الرياح خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، حركه الملاحه البحريه على البحرين الأحمر والمتوسط نقدر نقول إنها معتدلة، مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يكون ما بين 1.5 إلى 2 متر، أما البحر الأحمر هيكون ما بين 2 متر إلى 2.5 متر. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ بالقاهرة، العظمى فيها 19 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 20-14، اسكندرية 18-15، العلمين الجديدة 18-14، مطروح 17-14، دمياط 21-14، بورسعيد 22-14، إسماعيلية 21-12، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 13، العريش 20-14، كاترين 18-4، طابة 18-15،
حلايب 24/18، شلاتين 26/16، شرم الشيخ 23/17، الغردقة 23/16. نروح للفيوم، العظمى فيها 19 والصغرى 14، بني سويف 19/13، الوادي الجديد 23/13، أسيوط 19/10، سوهاج 20/11، قنا 22/13، الأقصر 22/14، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 14. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا حالة الجو النهاردة عاملة إيه. ناخد بالنا إن في أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة، نراعي إن في شبورة إنما خفيفة ومش مؤثرة على حركة سير السيارات أو المرور، لكن خلينا نلتزم بالتعليمات المرورية حفاظا على سلامتنا، ونبعد عن أي تجمعات مائية أو ما نقربش للأعمدة الإنارة اللي موجودة في الطرق والشوارع المختلفة حفاظا على حياتكم. ودلوقتي نرجع مرة تانية لبسنت نكمل معها باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا.